أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن عقد الملتقى الحكومي 2019 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وذلك يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019. يأتي انعقاد الملتقى الحكومي 2019 للتأكيد على مواصلة العمل على المشاريع والمبادرات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الجدير بالذكر أن الملتقى الحكومي يعد إحدى المنصات الحيوية التي تسهم في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات التنموية واستمرار الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات المختلفة وتحويلها إلى فرص، وذلك وفق نهج الحكومة وخطواتها المستمرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في إطار برنامج الحكومة 2019-2022 ورؤية البحرين 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.